برسك من اول نهار دخلنا الاستاج لاخر نهار باش نكملوا فيه في جابون محضر تحضيرات معناها ان شاء الله للجولات الكل وان شاء الله اكيد باش تعدى سفره صعيبه شويه مي على غالب هذيك التوقيت اللي لقيناه وهذا كل واحد حياته كاوش تعمل ما يزموش يخمم زاد الفرجاني لا يزموش يخمم خويا وعشيري كلهم نحبهم وكل شيء وحكاية فارغة رأي كابتن العبد كل تحكي عليها رأي حكاية فارغة احنا رانا نحبوا بعضنا برشا واي واحد يجي للجروب راهو كأنه كابتن من اول نهار يدخل لاخر نهار يخرج وان شاء الله يا ربي ديما اللحمة موجودة في الكلاسيونال يوسف شنو تبدل الميتو الثاني الكل ما حبش ميتولول ولا الشبكه تحلت ولا شنو قلت وحدك معناها بريميتو عملنا كل شيء نصور 8 اوكازيون و 6 ولا 4 3 اوكازيون نت معناها كنا نجمو ماركيهم مي ما ماركيناهمش والادفيرسير تاع برشا جري برشا بريميتو زي ميتو شفت نزلنا الحمد لله جات الجيل بونتو ومن بعد هكا تحلت اللعبه الحمد لله معناها فيكتوار ميريتي وفيكتوار مستحقه على الاداء اللي عملناه اليوم. كيفاش لقيت روحك هبطت الشامبيونان في قطر وقفت عندها مديده قعدت انا وحدك شوف فيك في الصاله كيفاش لقيت روحك هبطت بون زوز بونتو غادي يجاوبوا؟ لا شوف صحيح عندي برشا وقفت معناها من اخر ماتش مالي مي واحد ما قعدش واقف مش قاعد يترانا كملت ترينت في الكيب تاعي غادي وكرجعت للكيب ناسيونال عندي دو سمان بتات اكثر ولا عندي دو سمان نترانا في مع انا وفرجاني مع الاطار الفني الحمد لله تعرف فان سيزون وصعيبه شويه وهذاك علاش معناها واحد اليوم كان سور لو بون خوفنا نجم تجيني اصابات معناها واحد عنده شهرين بريسك ما يلعبش ماتش نصور ماشيين في ثنيه صحيحه ان شاء الله وراك شفت الاولاد مزازين معناها في الامور هذه ان شاء الله يا ربي انت عندك بلاصتك اكيد يفرق يبدا يوسف في فورمه غير كيف تصير تبدا وجه اخر والله كيما قلت ان شاء الله ديما ان شاء الله واحد يبدا في فورمه الحاجه الباهيه هذيك ويبدا معناها ماخو نسق المباريات فهمت اللي احنا توا مازلنا ثلاثه ماتشات اخرين ومن بعد واحد يعاود يرتاح سبعه ثمانيه وعاود يونشيني يدخل البريباراسيون جديدة يدخل الماتشوات ان شاء الله البروغرام اللي حاطينه يتبع حتىك شي لكاس العالم ان شاء الله خمو في الشيء اللي تروح كبيره سامي كبيره فيدال الكسيس بيان سور احنا راهو كل ماتش وحقيقته توا توينا الماتش هذا ومازال عندنا ماتش بوتسوانا اللي باش يكون صعيب شويه علينا على الفواياج وعلى العباد ان شاء الله المنتخب الاطار الفني محضر حاجات اللي تخلينا معناها مرتاحين في الفواياج هذايا ومن بعد نحكي في ماتش الشيلي ان شاء الله نكملوا بوتسوانا وبعد ان شاء الله نحكي في ماتش الشيلي